السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عدنا وياكم وصفة جديدة للأطفال، إن شاء الله تعجبكم. عدنا صدر دجاج وجزر وشجرة اللي هي كوسة وبازاليا بوتيتا وغلاص مي. هنا عدنا جدرية نسلق بيها بس الخضروات والدجاج على سطح نسوي. هسا أشوفكم الطريقة. هسا نخليه على النار لمدة ربع ساعة لحد ما تذبل عدنا الخضروات. هنا تقريبا استوت عندنا الخضروات، هسه راح نطفيها ونروح نسوي الدجاج. بالنسبه للدجاج هنا انا على جهه اسويه طاوعه خمسه بدون اي دهن. هنا انا ورا ما كملنا الدجاج ضفناه فوق الخضروات، وهسه راح نخلطهم سوا بالخلاط. وهنا خليناهم بالخلاط، راح اروح اخلطهم وارجع لكم. هنا انا ورا ما كملنا من الخلطه المواد كلها، هذا راح يكون شكلها. ان شاء الله تعجبكم. الباقي يحتفظوا بيه بالثلاجة لمدة يومين، ما عليه شيء، بس لمدة يومين فقط. هيك راح يكون قوامها. لازم تهرسوها كل زين على مدة الطفل لا يغوص بيها من عمر 4 أشهر فما فوق.